السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الأصدقاء؟ كي دايرين العشران؟ كي دايرين الأحباب؟ شوفوا الفوضى كي دايرة في المغرب. الفوضى كاينة في المغرب، شوفوا الفوضى كيفاش كاينة في المغرب. شوفوا هذا راه واد، وقنطرة هادي هي كتشوفوا فيها، وشوفوا التراب فين جابوه وكبوه هنايا، كبوه في هاد الواد هنايا. هو التراب كبوه في هاد الواد، هو كتشوفو فيه. شوفوا عباد الله التراب فين كابينو في هاد الواد هنا. شوفوا هاد راه واد وكابين فيه التراب، هو شوف. شوف التراب كيفاش كابين في النوادر ديال التراب كابين هنايا. وهاد الواد كيعطي الريحة ديال الخنز بزاف لهنا لهاد المدينة طنجة. هادي حومة الشوك هادي. شوفوا هادي راه قنطرة هادي كدوز منها الماشينة. الناس هنا كيدوزو، الناس هنا كيدوزو، الريحة كتدخل الماشينة، الريحة كتدخل الماشينة ديال الخنزة عباد الله. شوفوا على ما كيدير، شوف شوف شوف. شوفوا على ما كيدير الخز ولا فيه. وهاد المرا كيجلس دابا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، وهاد الما بحال ما كان حقن. ريحة الخنز ما تقدش توقف هاد البلاصة انا بريحة الخنز. وشنو ولا عباد الله، شوفوا على ما كيدير ريحة الخنز. شوفوا الطراف فين كيكبوا فيه يردموا في هاد الدنيا هادي. شوف ريحة الخنز عباد الله، ريحة الخنز انا ما تقدش تريح انا في هاد البلاصة. ونهار اللي كيبغي يجي محمد السادس لهنا، شوف القادوس هو كيدير راه مسدود، هو فين هو كتشوف فيه مسدود. منين الظلمة كاينة فيه لا يتداخل، منين غيجي هاد الما لهنا. خلاصي خلاصي لا ريحة كيدير هنا. شوف الترابة عباد الله والأزبال كيدير، شوف القادوس هو كيدير خر خنز هنا. هو التراب هنا في المجموعة عباد الله. شوفوا القواز كيفاش كيتسدوا. انت شوف القادوس قدو قداش على مكبراتو، والقوانس علاش كيتسدوا عباد الله؟ علاش كيتسدوا؟ علاش؟ شوف هذا القادوس كان كيجيب الماء، راه كان كيجيب الماء واحد الوقت وعقب تسد تخنق. شوف كي ولا هنا الكلاكم، شوف ولا هاد الزبل هنا، مع هاد الزبل فيه الشراوط، هو كتشوفوا فيه فيه الشراوط، هما كتشوفوا فيهم الشراوط. قوس علاش كيتسدوا؟ راه بحال ماك كيولي فيهم الشراوط والقنانب والازبال بحال ماشي، وداكشي كيكرم وكيتسدوا القواس. شوف عباد الله راه تساد هذا، هذا راه ما هذا راه ما له هاهي حجره، هذا راه ما هو ها الما فين محقن من الما راه محقن من ورا القادوس من ليه. شوفوا على الزبل كيفاش داير فيه، تقريبا راه فيه شي فياج ديال الزبل مسدود هذا. منين غيدوز هذا الما هذا هنا باش نهار كتكون شي شتا قوية ولا شي عاصفة قوية في المغرب، نهار تكون شي شتا قوية وتضرب شي عاصفة قوية، المغرب يضحك عليه الغادي والجاي. هو شوف هذا راه ندوز الماء ديال هاد الواد، دوزو لهنا لهاد البلاصة. هو ديز من لتحت من هنا، راه واحد الشبكة فين كاينة. إخ مول هاد القاجوس هذا راه تسد هاد الآخر هاد. شوفو الخنزة عباد الله كيدير الخيش ديال الزبالو، وفين هما هاد الجماعات، وفين هما هاد البلدية، وفين هو هادا ومن هادا ولهادا، فينهم؟ شوف التراب عباد الله الغيسة اش دايرين. شوف 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 على ما عباد الله، ريحة الخنز هاد الحومة. ريحة الخنز هنا عباد الله. ها الما هو ديز من تحت هاد القنطرة، هادي قنطرة كاينة هنا،
قنطره هذه هي كتشوفوا فيها قنطره هذه يا عباد الله. وشوفوا المشجيرين، شوفوا المشجيرين بريحه الخنز، شوفوا المشجير قنطره عباد الله كديره بالماء، الماء خانز فيها عباد الله، الماء ولا صفر ولا مقيح الماء، ولا هنا الماء مقيح. ونهار اللي كيبغي يدوز محمد السادس كيهبطوا الطراكسات هنا، هنا كيهبطوا الطراكسات هنا وكيغسلوا هاد الواد وكيغسلوا هاد الدنيا هادي. هادي رسالة للمسؤولين، شوفوا هاد الدنيا هنا كديرة. هنا راه الخنز شنو ولا هنا راه قتلوا عباد الله، وهنا كاينين السكان هنا. كاينين هنا السكان. هو على واد كيف كتشوف ريحة الخنز هنا عباد الله. كاينين هنا السكان. هما كتشوفوا فيهم. هذاك الواد اللي وريتكم اللي خارج، هو خارج من هنا من تحت الارض. هادي يا حومة الشوك، هما السكان ساكن هنا. ريحة الخنز، ريحة الخنز كتدخل لهم المحلات ديالهم هنا، الشراشم ديالهم. كاين الناس اللي فيهم الحساسية مساكن هنا، كتدخل الريحة ديال هاد الواد كتخنقهم. الناس غادية للخدمة، الله يسهل عليهم. الناس راه غادي للخدمة مساكن، الله يسهل عليهم، لأنه الناس راه شحالهم مريحين. الناس اللي عندها شي حاجة ديال الفلوس مخبية راه خسراتها، اللي عندو شي فلوس مسكين مخبيهم راه خسر عمرو ما كانت الخدمة لا رجمة. الناس راه مارت 4 أشهر ولا 5 ولا 6 هما مريحين. هادي هي المهندس اللي مكلفة بالبنية التحتية ومكلفة بكل شيء، وكان قاع الرزاق راه قداو كيدير فلوس فابور من المغرب هاد الشركة. يا دي حومة الشكر، صباح الخير، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. يا دي كيما قلت لكم حومة الشوك، هذاك الواد راه قتلهم بريحة الخنز. هذه رسالة للمسؤولين. حنا كندافعوا على بلادنا المغربية، كندافعوا على الشعب المغربي. يا دي حومة الشوك، الله بارطاجيو هاد الفيديو، الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الاخره.